ان الوهابية ليست مذهبا من المذاهب المتبعة المشهورة، ولكنه لقب اعداء السنة الدعاة الى الله ليصدوا عن الدعوة الى الله ويؤذوا المؤمنين والدعاة الى الله بذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهي تسمية سياسية نفقت على المغفلين من المسلمين وعلى الجاهلين، وفرح بها الملحدون من شيوعيين وبعثيين وناصريين، وممن اصبح آلة لهم كالرافضة، والا فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام هدى يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. ولو كنا مقلديه لقلدنا أحمد بن حنبل، أو قلدنا علي بن أبي طالب، أو قلدنا أبا بكر الصديق، ولكن الذي نعتقده وندين الله به ان التقليد حرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، او لا تتبع ما ليس لك به علم. ويقول الحافظ بن عبد البر يقول: اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من اهل العلم. ولو كنا مقلديه لقلدنا عصريه محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني، فهو اعلم من محمد بن عبد الوهاب، وكتبه قد ملأت الدنيا. لكننا كما سمعتم نعتقد وندين الله بان التقليد في دين الله لا يجوز، وانه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، يقول: ان التقليد اصل من اصول الكفر. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم. لا، استدل بقوله تعالى: انا وجدنا اباءنا على امة وإنا على آثارهم مقتدون. التقليد فرق المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فليقلد الشاهد الغائب أن ليس في دين الله حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي. كتاب وسنة، كتاب وسنة، نعم، من اول الامر. ونحن في ماذا ندعو الى هذا؟ قبل ذلك التلميح ليس بالتفريع. لماذا؟ لاننا كنا نخشى من المقلدة. ففي مقدمة الصحيح المسلم من اسباب النزول ذكرت ان اسباب النزول يتعلق باصلين عظيمين وهما اصل ديننا. في هذا اشارة الى ماذا؟ الى عدم الاعتداد بالتقليد بالقياس والاجماع الى غير ذلك، اشارة فقط.
وبعدها هكذا بالتدرج اخواني في الله. والان نقول ان الله ما تعبدنا بهذه المذهبية بل هي بدعة كما يقول محمد بن اسماعيل الامير في كتابه ارشاد النقاد الى تشر الاجتهاد، بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. اعلموا انه لا يصل الدعاة الى الله كانهم وهابية الا احد رجلين، جاهل مغفل او حاقد على الدين، شيوعي بعث ناصر آلة للشيوعيين والبعثيين، هؤلاء هم الذين يصمون الدعاء لأنهم وهابية. أما الذين يحبون الكتاب والسنة وإن نقص عليهم في أول الأمر فالحمد لله تنجل المشكلة في أسرع وقت وقد باعوا بالخسارة والخيبة. هؤلاء الذين يصفون الدعاء بأنهم وهابية قد باعوا بالخسارة والخيبة ولم يلتفت إلى كلامهم فليربوا على أقوالهم.